الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واخشى عمليا وقد حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا. شيخنا اليوم هو الإمام الشيخ عبد المجيد سليم، الذي تولى مشيخة الأزهر لمدة عامين من سنة 1950 إلى سنة 1952. هذه المدة القصيرة عاصر فيها نهاية الملكية في مصر وبداية ثورة سنة 1952 في مصر، وترك له بصمات ظاهرة سواء كان في المدة القصيرة التي قضاها في نهاية الملكية أو المدة القصيرة التي قضاها مع بداية الثورة، سنعرف هذا إن شاء الله. ولد الإمام الشيخ عبد المجيد سليم في قرية ميت شهالة، وهي الآن من أحياء مدينة الشهداء بالمنوفية، عام 1882 ميلادي. التحق بالأزهر وكان شغوفا بفنون العلوم المختلفة، متطلعا لاستيعاب جميع المعارف بما في ذلك التعمق في دراسة الفلسفة، حتى اشتهر بين زملائه من الطلبة كانوا يلقبونه بابن سينا، ابن سينا يعني هذا الفيلسوف العربي المشهور. كان الإمام الشيخ عبد المجيد سليم في بدايته يحاول ينتقي من الشيوخ الذين يجلس إليهم ويتلقى عنهم العلم، وكان من أشهرهم هؤلاء الأئمة الثلاثة: الإمام محمد عبده تلقى عليه دروس البلاغة ودلائل الإعجاز الجرجاني، تفسير شيء من القرآن الكريم وجزء من دروس المنطقة والفلسفة التي كان يدرسها الإمام محمد عبده، كما درس على الشيخ حسن الطويل أساليب فنون الجدل والقياس، ودرس الفقه على الشيخ أحمد أبي خطوة. كان هذا الرجل بحرا زاخرا في معرفة التفصيلات الفقهية والفتاوى الدينية، وقد تأثر به الشيخ عبد المجيد سليم حتى ظل 20 عاما في الإفتاء، لكن لم يتقيد مذهب معين في الإفتاء. حصل الشيخ عبد المجيد سليم على شهادة العالمية اللي هي تساوي الآن الدكتوراه سنة 1908، وشغل بعدها وظيفة التدريس في المعاهد الدينية، ثم مع التدريس مدرسة القضاء الشرعي لمادتي الفقه وأصول الفقه، كما تولى القضاء جامعا بينه وبين الإفتاء، كما كان مشرفا على الدراسات العليا. كان الإمام الشيخ عبد المجيد له دوره مع الشيخين الشناوي وحمروش، لعلنا نذكر هذه الواقعة التي حدثت سنة 45 حين أراد الملك والحكومة المصرية تعيين الدكتور مصطفى عبد الرازق شيخا للأزهر، والقانون الأزهر قانون الأزهر لا ينطبق عليه، فالمشايخ الثلاثة الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ محمد مأمون الشناوي، الشيخ حمروش اعترضوا عليه وأجبروا على الاستقالة فيه. وحين بعد ما استقالوا عين الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر، وعدل القانون وعين الشيخ دكتور مصطفى عبد الرازق شيخا للأزهر. هو أحد هؤلاء.
لكن أراد الله تبارك وتعالى أن الشيخ مصطفى لا يقضي أكثر من سنتين في مشيخة الأزهر، ويأتي بعده الشيخ محمد مأون الشناوي أيضا لا يقضي أكثر من سنتين، وعندنا هذا الإمام الشيخ عبد المجيد السليم برضو لا يقضي أكثر من سنتين في مشيخة الأزهر. الترتيب إلهي، ترتيب. الشيخ عبد المجيد السليم كان شديد، وكان أشد المشايخ الثلاثة في الإنكار على الدولة وعلى الملك وعلى الحكومة في كونهم يتدخلوا في قانون الأزهر ويغيروا، حتى أن رئيس الديوان الملكي اشتد عليه واشتد واحتد عليه، اشتد عليه واحتد عليه في كونه يتدخل في هذه الأمور. لكن الشيخ قال له شوف رئيس الديوان الملكي، قال له أنت عارف موقفك هذا سيغضب الملك، وأنت عارف كمان إيه اللي هترتب على الغضب الملكي. فكان رد الشيخ عليه: هل تستطيعون الحيلولة بيني وبين المسجد؟ فقال له: لا. فأجابه بقوله: إنني ما دمت أتردد بين بيتي وبين المسجد فلا قطر علي، اللي يهمني في حياتي كلها أن أكون على صلة بالمسجد، ما دام أنا أتردد بين بيتي وبين المسجد فلا خطر علي. وقدم استقالته. الكلام ده كان سنة 1945. في عام 1950 خلى منصب المشيخة بوفاة الإمام الشيخ محمد مأمون الشناوي، فصدر القرار بتعيين الشيخ عبد المجيد سليم شيخا للأزهر سنة 1950. ولما ضغطت الحكومة ميزانية الأزهر غضب الشيخ عبد المجيد سليم، وقال عبارته المشهورة: قصد هنا وإسراف هناك. قصد هنا يعني تقتير، تقتير هنا في الأزهر وإسراف هناك. هو كان يقصد أن الحكومة تكيل بمكيالين، تقتر على الأزهر وتوسع على الجامعات، ده كان قصده. لكن الناس وصلوا هذه المقولة للملك بأن الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر يتكلم عن إسرافك في كابري بإيطاليا، لما كان يروح يصيف كان يتوسع في الإنفاق وكان في إسراف شديد. قالوا: لا، ده الشيخ بيتكلم عن إسرافك في كابري في إيطاليا لما تروح أنت تصيف هناك. فغاضب الملك على مين؟ على الشيخ عبد المجيد سليم، وأعفي من منصبه من مشيخة الأزهر. الكلام ده كان في شهر سبتمبر سنة 1951، يعني بعد أن قضى سنة واحدة. لكن بعد أن تأكد الملك من حسن نية الشيخ وأنه لم يقصد الملك وإنما أقصد الإسراف من الحكومة، التفرقة بين الأزهر وبين الجامعات، أعيد الشيخ إلى المشيخة مرة أخرى في فبراير سنة 1952. لكنه لم يدم طويلا، استقال بعد 6 أشهر من إعادة تعييني مرة أخرى، فاستقال نهائيا سنة 1952. حاول الأستاذ فتحي رضوان، كانت بداية الثورة وكان هو المشرف على الأزهر، حاول أن يثني الشيخ ويجعله يستحب استقالته، ولكنه رفض وأبى إباء شديدا وأصر على الاستقالة. وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى عن الشيخ عبد المجيد سليم. وفقني الله وإياكم بما يحبه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. على الأزهر.